اسلم يا ابو اسلم يا ابو هي المرحله الثانيه هذه إيه؟ يقول اللي قبل القصيده هذه بالمرحله الفتره الثانيه اي نعم انا لي مرحلتين بالغزل مرحله اوليه ومرحله ثانيه هذه يعني اتلاشي هي المرحله التاليه اول قصيده فيها يقول دخلت لا بقوه ولا بضعف ملهوف مثل دخول السلك في ثقب الابره لاني متخفي ولاني مكشوف ولا كان عندي نقص من كل خبره قبلت لي واحد على بضيق وظروف ووقت ما يناسب وبالجو غبره منه ومن هذا ومن ذاك مكسوف ولا يتفق في شيء شبري وشدره لكن بوجه ما له وصاف وصوف يا طالع من رايته زاد كبره تحت بهواه صرت لا اسمع ولا اشوف وبتدبر من ما في دبره هذه ثاني قصيده يقول لا معي امر وامر ولاني بناهي من يوم قابلته وانا في متاهه ما كنت غيره يلفت الانتباه يحكم ولا صار عندي تفاهه ما معي امر وامر ولاني بناهي من يوم قابلته وانا في متاهه لا مالي عنه سلوى ولا ما ابتسل ابتلهى مير ماني بلاهي مالي عنه سلوى ولا لي دلاهه ما كنت غيره يلفت الانتباه وحكم بغيره صار عندي تفاهه حكم بغيره صار عندي تفاهه وحكم بغيره عند صار عندي تفاهه شيء والله ياهي تبوه لا حاولت وصفها بواها تبوه لا حاولت الرمش والطخمة وسود سواهي ولبتسم كن البرد في شفاها الرمش والطخمة وسود سواهي ولبتسم كن البرد في شفاها ولها نظرت انتسل بعقول الدواهي يضيع دربك لا نظرت اتجاهها ما الاتجاه صار عكس اتجاهي وانا روحت وانا بعد روحت عكس اتجاهها وانا بعد فرقاه جفت مياهي وعليه نفسي كن فيها سفاها صح لسانك ابو باسل.